السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. أنتم على فاي تي في، يعني القناة الأولى. فهذه المعلومات التي بدأنا حول عيد الأضحى، يعني سنتابع وسنكمل بعض المعلومات التي بدأناها يعني في الحلقة السابقة. واليوم يعني نصحنا الناس كيف يتعاملون مع اللحوم، لأن لما يعني في هذه ثلاث أيام للعيد، يوم العيد ثم ثاني عيد وثالث عيد، فهذه الثلاث أيام يستهلك الناس لحوم بكثرة، ويحسون يعني بمغص، يحسون بدوران، يحسون يعني بضعف، يعني بكسل، بارتخاء، يعني هذه الأشياء هذه سيحسون بها. لماذا؟ لأن الشحوم، هذا الدسم الحيواني، شحوم الحيوانات والكوليسترول وكثرة البروتين، فالبروتين تعطي كولويد. الكولويد هو يعني يزيد، يرفع لزوجة الدم، ثم الشحوم تعطي مستحلب، فالدم يصبح ثخن وثقيل، والدورة الدموية يكون فيها مشاكل. لما نكثر اللحوم يحس الناس بارتخاء وكسل وضعف. لماذا؟ لأن الدورة الدموية ليست نشطة، وقد يحسون الناس بألم الرأس. وأصحاب السكري سيكون لديهم مشكل خطير جدا إذا استهلكوا الشحوم بكثرة واللحوم بكثرة. أمراض القلب والشرايين يعني ربما يذهبوا إلى المستعجلات، لأن إذا أكلوا اللحوم هذه الثلاث أيام، إذا أكلوا اللحوم بنفس الطريقة التي يستهلك بها الناس، يعني يشوون اللحم طول النهار، فهؤلاء ربما يسقطون، وربما يكون لديهم يعني حالة مزرية. نلاحظ أن المستعجلات الآن في يعني في مراكز الصحية الجامعية، يعني المستعجلات يعني الآن ستكون مملوءة يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد، من سوء تصرف، يعني هذا من جهل الناس يعني كيف يتصرفون مع اللحوم، وهذا مشكل كبير. والآن بدأت تظهر كذلك هذه المشاكل في البوادي، بدأت تظهر في البوادي وفي الأرياف المغربية. يعني هذه علينا نحن نتكلم عموما، ليس المغرب، يعني كل الدول. ويعني فالمسلمون يعني يذبحون بنفس الطريقة، ولديهم نفس الفرحة، وعيدنا عيد الأضحى عيدنا. وجميع الدول يجب أن يتعاملوا مع اللحوم يعني بذكاء، ويتعاملون مع اللحوم بحكمة. يأكل اللحوم نعم هنيئا مريئا يوم العيد، نحن نشوي الأعضاء، هذه الكبد والقلب والرئة إلى آخره، نشويها الأعضاء. لماذا؟ لأن هذه الأعضاء قابلة للاستهلاك 30 دقيقة بعد ذبح الحيوان. اللحوم ليست قابلة للاستهلاك إلا بعد 6 ساعات على الأقل، تمر 6 ساعات على الحيوان قبل استهلاكه. هذا بالنسبة للحوم العيد. أما بالنسبة للحوم المجزرة، فهذه الجثث تدخل إلى البرودة، وقانون تدخل إلى البرودة 24 ساعة لكي يتم القضاء على الطفيليات عليه. فلا يمكن أن تسلم اللحوم إلى المجزرات قبل 24 ساعة في البرودة. أما بالنسبة للحوم العيد، فالناس يستهلكون اللحوم في المساء، ليس هناك مشكل. وفي هذه الحلقة سنبين ماذا يقع لما نذبح الحيوان ونتركه يتخبط، ويجب أن يترك الحيوان حر يتخبط حتى يهمد، حتى يصبح جثة هامدة. فهذا الدم يخرج تقريبا كله، ويجب أن يفرغ الحيوان من الدم كليا إذا أمكن. يعني هذا الذبح المثالي هو أن نفرغ الدم تماما، لكن لابد من 5 أو 10%، يعني أقل من 5% تبقى داخل يعني النسيج داخل اللحوم على الخصوص. يعني هذا الدم لما يفرغ، فالدم طبعا هو الذي يغذي الخلايا، ينقل الأكسجين مع السكر للخلايا. فلما نذبح الحيوان ونفرغ الدم، فهذا السكر والأكسجين لا يصل إلى هذه الخلايا، فالميتابوليزم، الاستقلال، النشاط الحيوي لهذه الأنسجة أو هذه الخلايا يتوقف، يتراكم حمض اللاكتيك، لأن حمض اللاكتيك لا يحول إلى الأسيتيل كو أي ليدخل حلقة كريبس كي يعطي طاقة، فهو يبقى منحبس البيوريفيك أسيد يعطي اللاكتيك أسيد، ثم يتوقف لأن ليس هناك أكسجين لكي يدخل الحلقة كريبس. وكذلك الاي تي بي مع الاي دي بي، هذه يعني لأن هذه الأشياء يعني تستهلك طاقة، الاي تي بي يعني.
فهذا الحمض اللاكتيك لما يتراكم يتجمع في النسيج في داخل اللحوم فهو يخفض البي اتش، يعني حموضة اللحم تصل إلى 5.4 وما يسمى بالالتيميت بي اتش بالانجليزي، يعني هو هذا البي اتش يعني المثالي لهذا للجثة هو 5.4. إذا كان أقل فاللحم لا يكون جيد، إذا كان أكثر اللحم لا يكون جيد، وسنرى الحالات التي يكون فيها يعني هذا اللحم يعني الوردي واللحم الداكن دي اف دي دراي فيرم اند دارك ميت، وكاين بي اس اي اللي هو بيل سوفت اند اكسيديتيف بي اس اي، وكاين دي اف دي، يعني هذو الانواع على حسب الريجور مورتيس. فلما نذبح الحيوان نتركه يتخبط يصبح جثة هامدة ثم يعلق ويسلخ ونزيل هذه الاعضاء، فالاعضاء تسوى الماتوريشن ريجور مورتيس اند ماتوريشن. لماذا؟ لان ليس فيها كولاجين، الكولاجين هذا يعني وليس هي هذا الكبد هو دم، الكبد والطحال دم، من الناس يعلمون هذه الاشياء. فهذا يسوى مباشره يعني 30 دقيقه يكون ريجور مورتيس الماتوريشن يكون جيد، ممكن ان يشوي الناس ياكلوه ممكن، لكن اللحم لا، اللحم هذا الحادث يعني لما يتوقف الاكسجين ثم الحموضه تنخفض البي اتش 5.4 هذا الالتيميت بي اتش بالفرنسيه لو بي اتش التيم نفسه تقريبا نفسه، فيعني هذا البي اتش قد يكون 5.6 ولكن 5.4 هو يعني بي اتش المثالي يعني هذا. فهذا الحيوان يعني بعد 6 ساعات تعلمون ان هذه الجثه لما يعني تاخذ هذه السقيطه تكون معلقه وتاخذها تجدها تصلبت، هذا التصلب يسمى الريجور مورتيس. الريجور مورتيس هو يعني هذه الاكتين والمايوزين، يعني هذه الخلايا العضلات الاكتين مايوزين فهي تكون مربوطه يعني ترتبط ببعضها ثم يتصلب اللحم، بالفرنسيه لا ريجيديتي كادافيريك، كادافر كادافر يعني كادافر هو جثه. وتقع كذلك للإنسان لما يتوفى، يعني ونفس الأطباء يعلمون الريجور مورتيس عند الإنسان، هذه معلومة يعني يعلمها الناس، البياطرة والأطباء يعلمون الريجور مورتيس هذه. فهذا الجثة تكون صلبت، ثم بعدها لما الناس يجيوا يقطعوا اللحم، لما يقطعوا هذه الجثة يجدون أن اللحم ارتخى، أصبح مرتخي ولحم جيد بلون جيد رائحة جيدة إلى آخره. لماذا؟ لأن هذه هناك أنزيمات، الطور الاول هو يسمى الطور الجيفي، الطور الجيفي احنا نقولوا الجيفه، جيفه بمعنى ان الحيوان مات وتصلب، هذا الطور الجيفي ثم بعده الماتوريشن يعني هذه يعني الماء يعني التسويه، طور التسويه اللحم يسوى يصبح لحم قابل للاستهلاك. فالرويجور مورتيس ياخذ 6 ساعات، بمعنى لا يستهلك اللحم قبل 6 ساعات، ياخذ 6 ساعات على الحراره الصيف يعني 5-6، ربما بعض الحيوانات يعني الريجور مورتيس هذه ذا سيت اوف ريجور مورتيس ربما هذه يعني الطور الجيفي يكون 5 ساعات يكون جيد، لكن يعني معتمد 6 ساعات فما فوق يعني 8-9-10 جيد يعني، ولكن لا يؤكل اللحم قبل 6 ساعات، يجب ان يعني ان يحدث حادث الريجور مورتيس الطور الجيفي، ثم بعد الطور الجيفي الماتوريشن فهناك الكالباين والكاتيبسين هذه الانزيمات التي تحل هذا المركب الاكتين مايوزين تحله، ثم يرتخي اللحم يصبح يعني مرتخي. هناك يعني لقد بسطنا الامور، يعني التروبو مايوزين، هناك الكالسيوم والحديد الميتابوليزم يعني البايوكيمستري اوف ماسلز يعني ديورين ذا ستيت اوف ريجور مورتيس، هذه اشياء اخرى، لكن نحن نبسط للناس يعني الاشياء التي يعلمها. لما يتصلب اللحم ثم من بعد اللحم يرتخي فهناك الطور الجيفي ريجور مورتيس، بعده الماتوريشن يعني هذه التسويه، طور التسويه يكون اللحم جاهز للاكل. ويلاحظ الناس ان لما يتم طهي اللحم قبل الريجور مورتيس يعني قبل 6 ساعات فهذا اللحم لا يطهى جيدا وتكون لديه رائحه ليست جيده، يعني ليس بنكهه جيده، لكن بعد 6 ساعات يكون اللحم جيد يعني مرتخي جيد، يعني ما نسميه ايديبل ميت، يعني هو لحم قابل للاستهلاك. هذا الحادث قد لا يقع لا يقع في الحيوانات الغير مذبوحه، وهي الحيوانات يعني الطريقة الغربية، لما يصعق الحيوان بالكهرباء أو يخنقه بغاز ثاني أكسيد الكربون
لما هذا الحيوان يسقط ثم يذبحوه يا أخي، فلا يخرج الدم كله، لا يخرج دم في كثير من الأحيان، لا يخرج دم. وهناك من لا يذبح، هناك مجزرات لا تذبح، تخنق الحيوان ولا تذبح. فهذه هو يعني تطبق على الدجاج كذلك، الدجاج لا يذبح، يعني تقطع الرؤوس مباشرة، يعني ما يزيلون الريش ثم تقطع، ليس هناك ذبح عند الدواجن. فيعني هذا الحيوان الذي لا يذبح يبقى الدم منحبس داخل الجثة ثم لا يتسول بي اتش، وعندهم مشاكل كثيرة جدا مع هذه اللحوم التي يخرج منها سائل أحمر فيه رغوة، فيه رغوة، هذه الفومي يعني الريد بلود اند ليكويد، هذه اكسترودد، هذه اللي كيخرج الاكسوديت، هذه التي يخرج من اللحم. عندهم مشاكل تلاحظون في السوبر ماركت، هذه في الاسواق الممتازه، ان هذه قطع اللحم التي يعني يغلفونها ببلاستيك وهي معروضه للبيع، وهي تحت البروده، ويلاحظون المشتري يلاحظ ان هناك سائل احمر يخرج من هذا الدم، وهو لا يقع في ذبائح المسلمين، لا يقع في الحلال. فيعني هناك فرق كبير. فاذا كان يعني هذه السيت اوف روجر مورتيس، اذا كان هذا التطور الجيفي سريع، فيقع البي اس اي، هذه بيل سوفت اند اكسيديتيف، يعني لحم وردي لا يقبله الناس، لحم وردي اكسيديتيف ويخرج منه هذا السائل، ويجل اللحوم الان في الدول التي لا تذبح. او قد يتعطل الريجر مورتيس، يعني قد يتعطل ثم يقع هذا اللحم يعني مع المايوغلوبين، لان المايوغلوبين عندها يعني في الكيمستري عندها يعني حالتين، حاله الميت ميوغلوبين والاوكسي مايوغلوبين. الاوكسي مايوغلوبين حمراء لها لون جميل جدا، والميت ميوغلوبين هي داكنه شيئا ما. هذه فيعني هذه العلي نحن نستسمح، لان هناك مصطلحات يعني علميه ولا نقدر الا نقول هذه الاشياء، ولكننا نبسط، نحاول ان نبسط، اما الامور هي معمقه اكثر من هذه الاشياء. فهذا الدم يكون دي اف دي دارك، دارك معنى داكن، فيرم يعني هو صلب، ثم اكسيديتيف اند دراي، دراي يعني جاف، لما يطهى فهو يعني يضيع هذه الرطوبة، يضيع هذا الماء التي فيه، ثم لما تمضغ أشياء صلبة يعني حبال، على شكل حبال في فمك وليس لحم. dark firm and dry يعني هذا جاف، وفرم يعني قاصح يعني صلب، ثم هذه dark هو أسود، هذه دي اف دي، وهذه اللحوم دي اف دي والبي اس اي، هذه اللحوم كلها تذهب إلى الصناعة وليس للاستهلاك المباشر. ليس الاستهلاك اللحمي، تذهب للصناعه، صناعه النقانيق او صناعه مواد الغذائيه للكلاب والقطط، او حتى يعني صناعه يعني بعد الاشياء. وقد ترمى في كثير من الحالات، قد ترمى، قد لا يقبلها المراقبه، قد لا تقبلها، في كثير من الاحيان قد ترمى هذه. فيعني هذه الاشياء التي تكلمنا عنها، فليس من السهل يعني ان نهيئ الحيوان. فالطريقة الحديثة، الذبح الحديث في الدول المتقدمة، يعني الدول المتقدمة تكنولوجيا، يعني هذه التي تذبح، هي غير مسلمة وتذبح بالطرق الحديثة، فهي تظن أنها يعني عند الشروط الصحية عالية وإلى آخره، وليس صحيح. نحن نذبح يعني هكذا في الهواء الطلق، وليست شروط صحية كما تعلمون، ومع ذلك لحومنا لا تنتن. لماذا؟ لأنها أفرغت من الدم، ولذلك أنا أتكلم هنا عن التذكية، بدال معجمة، التذكية، ننطقها بالمصريات تزكية. فهذه التذكية هي طهارة للحوم، هي تطهر اللحم، لأنها تخرج دم من الحيوان، وهذه اللحوم تلاحظون أن بدون يعني إدخالها للبرودة تبقى 3 أيام. كثير من الناس تبقى يعني هذه الجثة معلقة ويشوون منها 3 أيام، تقطع يعني في اليوم الثاني والثالث، ليس هناك مشكل مع ارتفاع الحرارة، ليس لدينا مشكل. لماذا؟ لأن هذه التذكية تنظف اللحوم وتنظف الجثة وتنظف الحيوان. بالعكس في الدول هذه التكنولوجيا، هم يذبحون بسرعة وفي شروط صحية، والروبوت هو الذي يذبح ويسلخ إلى آخره، والحيوان يدخل مباشرة للبرودة، ومع ذلك لديهم مشاكل، مشاكل تعفنية، ومشاكل هذه يعني الفود سبويليج، هذه في اللحوم مشاكل كثيرة. وجل المشاكل الآن التي تأتي في هذه الدول هي تأتي من اللحوم ومنتوجات اللحم، جل المشاكل يعني تسممات غذائية أو أشياء هكذا هي تأتي دائما من منتوجات اللحم، يعني حتى جراثيم السلمونيلا الآن والكامبيلوباكتر والإيكولاي
والليستيريا الى اخره. فهذه الجراثيم الخطيره الكلوستريديوم بيرفرانجيس وحتى الباسيلس. الباسيلس قد يكون مشكل اذا ما كان ثم النمو، فالباسيلس هذا سيريوس، هذا كذلك ينتج توكسين، كذلك من الجراثيم يعني التي تنتج توكسينا، ولكن هناك مشكل. فنحن ذبائحنا نظيفه، ولو انها تذبح في الهواء الطلق وبدون شروط صحيه، ومع ذلك لحومنا نظيفه وجيده وليست لها رائحه نتنه وليس لا يخرج منها اي سائل. وهذه الاشياء مع الاسف الشديد لا يتكلم عنها الباحثون المسلمون ولا يتكلم عنها البياطرة المسلمون، وهم يعلمون جيد هذه الاشياء، يعلمونها جيدا ان ذبيحه المسلمين هي ذبيحه نظيفه، ذبيحه طاهره، ذبيحه جيده، ذبيحه تريح الحيوان، ذبيحه راقيه حتى بالإتيك، ذبيحه راقيه، لان الحيوان لا يرى السكين ولا يرى الدم ولا يرى حيوان اخر يصلح ولا يجر ولا يعنف ولا يضرب مع الارض، ومع ذلك لا باحث واحد يتكلم عن الاشياء. ثم نسمع من الجهه الاخرى دائما اننا نعنف الحيوان واننا احنا بشعين في ذبيحتنا واننا يعني الاوساخ وان هذه الاشياء، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح، وليس لدينا مشاكل مع اللحوم الا اذا كان هناك عدم ضمير عند بعض الاشخاص او كان هناك غش. لان الان بعض الصور صوروا على المجزره ذبح الهدي يعني في مكة، بعض الصور حول ذبح الهدي ويعني كيف الناس يرمون الحيوانات إلى آخره، فهذا لا يعني على أن ذبيحة المسلمين هي ذبيحة نظيفة وطاهرة. ربما يكون هناك سوء تصرف بعض الأشخاص، والإسلام لا يتعلق بأشخاص، ليس لأن شخص له لحية أو يلبس بشكل إسلامي عمل يعني سوءا أن الإسلام سيء، وهذا ما يراه يعني ما وراء البحر. فالإسلام لا يتعلق بأشخاص ولا يتعلق بسلوك أشخاص ولا يتعلق بجماعة، الإسلام يتعلق بالكتاب والسنة فقط، الإسلام ليس ملك لأحد ولا يتعلق بأحد. ولذلك يجب أن لا يسقط تصرفات الناس السيئة البشعة يسقطوها على يعني يرموها على الإسلام لكي يجدوا منفذ ليتكلموا في هذه الأشياء. وستقرؤون وستورون كثير من الأشياء الآن، لأنهم لا يريدون هذه السنة أن تبقى، ولا يريدون هذه الشعيرة الدينية، ولقد قلنا ولن نقولها ثانية، ستبقى ما بقي الليل والنهار، عيد الأضحى سيبقى ما بقي الليل والنهار، هم يريدون أن يتوقف عيد الأضحى بحجات الحيوانات الخرفان أذان إلى آخره، هذه ضوضاء وغوغاء. لماذا لا يتوقف الاحتفال بنويل؟ يتوقف الاحتفال بنويل، لماذا لا يتوقف؟ ويريدون أن يتوقف عيد الأضحى، لن يتوقف إن شاء الله تعالى، ستبقى هذه الشعيرة الدينية ستبقى إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.